يه. في اماكن معينه بالحصان صعب تلمسها بجسمك. نعم صحيح انك لو تحكمت برقبته تحكمت فيها كامله، زي مثلا قوائم ركبته ابطا الى اخره، تحكمت برقبته بتوخر عنك او تقرب منك، فتحكمت جسمه كامل، فهي توخر جسمه كامل عنك، تقدر تجيب جسمه كامل عنك لا شك فيها. بس انا قصدي لمسها بشكل مباشر لو اردت، يعني فرضا صار ماشي جنبك ووخرت عنك قربت منك شوي، قوائمه او ركبته توصل لجسمك، فمفروض لا شعوريه، مو زي ما قلنا اليد اللي تمسك المقود او الاثنين هي الاساس، واليد الاخرى تواكبه جاب جانب جسمه بخشمه الجسمي او صدري، اجي بيدي الثانيه الخشمه او ثمه وقس على ذلك. فاللي يصير في اماكن معينه يقدر يجيني بجسمه، يجيني فيها عفوا، يجي جسمي فيها زي الركبه، ركبته هو قوامه هو الى اخره، اقدر اوخرها عني عن طريق اني وخرت رقبته. بس مفترض اني اوخر رقبته بيدي اللي ماسكه الرقبه وتعامل مع الجزء هذا من جسمه بجزء مقارب له من جسمي. فرضا لو قرب مني برجله ورقبته ما قربت مني تماما، يدي اللي ماسكه الرقبه تثبت وقدمي رجلي او كعبي ادق رقبته وابطه اخذها. ذكرت سابقا مثلا في الحاله هذه مثلا رفعت زي كذا لما تطق الكره كعب، رجلي اليسرى رفعتها، يعني هنا اوقف عشان اوضحها بشكل، هذا رجلي اليسرى تفاجئ فيها تلمس مكان معين لمسه من حيث لا يحتسب، ما يتوقعها، يعني متوقع ان توخر عنك او تقربه، فشوي قوائم او رجوله ماخذ راحتها في البعد وماخذ راحتها في القرب. فتذكر ان حتى قوائمك اقدر اواكبها بقوائمي او رجليني، هذا كتفه لما يقرب من كتفه مو بس اوزنه برقبته، اقدر اوزنه بكتفي، اجيب كتفي من قوه طبعا، يمكن استمتع قوه اقوى منك، تعلم الخطا، تعلم اني قادر على فعل الشيء اللي انت سويته فيني فيك، ولو قاومتني بقوه جسمك ابى استعمل يدي اللي ماسك المقود لتوخيرك عني. فمن يوم الحصان يقبل الموضوع جد من ناحيه القوه، ما تستمر كقوه بقدر ما انك تذكر انك لو استعملت القوه معي نعم انت اقوى مني، بس انا ذكرني ماسك بالمقود او ماسك بالشكيمه وتحكم توازنك. فلما المصارع يستعمل قوته معك لا تستعمل قوته انك تضعف منه، بس ذكر انه متحكم خلينا نقول بتوازنه اللي على الحلبه، اقدر اخلي الحلبه نفسها في اختل توازنه وقس على ذلك. فذكره بقدرتك على اخلال توازنه اذا بدي استعمل القوه، اذا نفع الموضوع بدون ما استعمل القوه كافي.